اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. النهارده ضيفي وضيفكم النهارده هو واحد من ولاد وابناء النادي الاهلي، فعلا يتقال من ابناء النادي الاهلي، يحمل كل القيم والتقاليد والمبادئ رغم انه ما لعبش كتير، كان لكن اشتغل في النادي الاهلي كتير قوي من الناشئين من مدرسه الكوره لحد الفريق الاول. شخص كده زي ما بيقولوا عليه ايه، تاريخ كبير في كرة القدم تقريبا في الستينات. بدأ مشواره مع البراعم في النادي الأهلي، لكن قبل ما يدخل الفريق الأول على طول تعرض للإصابة اللي هو الغضروف. زمان طبعا الغضروف كان عامل زي الرباط الصليبي دلوقتي، ما كانش حد يعرف علاج ليه، فالغضروف ده هو اللي بطله. سكت على كده، بعد عن النادي الأهلي؟ لا، رجع بعد كده واشتغل على نفسه من بدري بدري، واشتغل في التدريب وركز في التدريب قوي 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 في مدرسة اسمها الثانوية الرياضية. الثانوية الرياضية دي ياما طلعت نجوم لمصر في كل الألعاب، وأتمنى إنها تكون موجودة دلوقتي. وحكاية ليه حكايات وروايات مع كل نجوم مصر، مش النادي الأهلي بس، لا هو طبعا اللي طلع نجوم مصر كلها. في مصر طبعا طلع كابتن الخطيبة على الكابتن إكرامي على الكابتن مصطفى يونس وهلم من النجوم، وكان غانم سلطان وفاروق جعفر في الثانويه الرياضيه. انا ما كنتش معاهم، بس هو عزيز عليا انا شخصيا. وبعد المدرسه الرياضيه اتجه للتدريب والتحق دخل كليه التربيه الرياضيه واندمج في التدريب من ناشئي الاهلي، يعني بدا من زي ما بقول لكم من ناشئي النادي الاهلي لحد ما وصل للمنتخبات القوميه ثم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وتولى تدريب المنتخبات في بلاد كتيرة قوي منها سلطنة عمان ومنتخبات كتيرة جدا في الإمارات. عشان كده بقول لكم النهاردة ضيفنا النهاردة هو عزيز على قلبي أنا شخصيا، هو الكابتن فتحي نصير مدرب النادي الأهلي السابق. خلونا نرحب معاه، لأن أنا مش عاوز أحرق حاجات كتيرة قوي في التقديمة، لأن عنده في جعبته عنده أسرار وحاجات لأول مرة هتسمعوها عن النجوم. هناخد فاصل ونواصل، أقول لكم تعالوا نقابله على طول عشان ما نضيعش وقت. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا كابتن فتحي؟ حبيبي اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحشنا. اخبارك انت ايه؟ انت بتتقل علينا ليه؟ ليه بس؟ لا بتتقل علينا. ما اقدر. اخبارك الا إيه؟ انت. اخبار الاسره كلها الحمد لله كله تمام. في رياضه ولا مفيش رياضه؟ في رياضه طبعا. ها؟ في رياضه. بتمارس مشي ولا جري ولا ايه؟ لا جري وكل حاجه وجيم وكل الشغل. كله ها؟ كل الشغل. اه. انت عارف. ايه رايك في حال الكره المصريه؟ بعد ما شفت فرق راحت كاس العالم واحنا بره كاس العالم والكلام ده كله. هي القصة يا كابتن مصطفى، عاوزين شيء من النظام، شيء من تقنين بعض القوانين اللي هي نظم الاحتراق. اه يعني عاوزين تخطيط شامل. اذا كنا عاوزين نرجع بالكرة المصرية او نروح بالكرة المصرية للمكانة اللي هي تستحقها. يعني انت مش راضي عن النظام اللي موجود دلوقتي للكرة المصرية؟ لا، الكرة المصرية يعني انا مش عايز ابقى حاجه شامله، لكن اقول المنظومه كلها
مش عايز اخص مثلا اقول اتحاد الكوره او اقول الانديه او المنظومه كلها الرياضيه كلها، يعني الرياضه كلها في مصر. اه لكن ما اخصش حد الا لما اعرف ايه اللي هو اللي عنده. انت شايف النادي الاهلي السنه دي ازاي؟ لا انا شايفه احسن من السنه اللي فاتت، بس احسن الى متى او لايه او احسن في ايه؟ طبعا في تغيرات، لكن في تغير السنه دي عن السنه اللي فاتت. شايف اشتراك النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه في المغرب انت شايفه ازاي؟ ده حق مشروع، وهو كان مفروض او الاتحاد الدولي كانوا عارفين ان حق النادي الاهلي في اخر مباراه اللي ضاعت منه وضاعت منه بطوله افريقيا حقه يرجع له انه يلعب في كاس العالم. هل السبب كان الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد المصري؟ ما نقدرش نقول السبب ده او ده او الجواب كان مخفي خافينه في الادراج. لا يعني في مش عاوزين نروح، انا مش عاوزك تتكلم بقلب جامد، ما تخافش هنتكلم بقلب جامد. بس احنا مش عاوزين نرجع للماضي. لا ما احنا خلاص احنا دلوقتي بنفكر دلوقتي المره الثامنه على التوالي. ربنا سبحانه وتعالى رجع الحق لصاحبه، هو الحق. نعم، اسم من اسماء الله الحسنى الحق. الحق، فالحق يرجع لك، بس رجع لك بطريقه ما حدش سيناريو ما حدش كان يعمله ولا حد يتوقعه اطلاقا. فهو ربنا رجع الحق لاصحابه، لاصحابه وللنادي الاهلي ومجلس ادارته. طيب دلوقتي احنا النهارده في حلقه النهارده انا عارف انت في جوه بيتك حاجات واسرار كتيره جدا مع النجوم، هتطلع اللي عندك النهارده للساده المشاهدين. النجوم كفايه النجوم ان انا واقف مع النجم. لا يا حبيبي ربنا يخليك بفتح. لا لا يا كابتن، هتشرب حاجه كده واحنا قاعدين وهتشوف التقرير، وبعد كده نبدا نتكلم في بدايه حياتك انت ليه بطلت، وبعد كده اتجهت للتدريب وطلع من تحت ايدك النجوم ملهاش اول من اخر، مش في النادي الاهلي بس، لا في كل الالعاب في مصر ان شاء الله. اهلا بيك كابتن فتحي معانا في المجري، اتفضل يا كابتن.